دوق وهنشوف يا بلال وكابتن شريف الحاله اللي جايه. وهنا لعبه كهربا وامام عاشور يا كابتن بلال. هنا طبعا كهربا سكوت، ما فيش في حاجه، ما فيش مخالفه، وبالتالي هي كانت قريبه الفكره لو معانا ماتيريال. ثم امام عاشور ايضا هنا السكوت ما فيش فيه مخالفه خالص يا اسامه، هي سمحت باستمرار اللعب. وهنا تقريبا الحاله مش واضحه ولا الصوره مبينه، صح، وهنا خدت القرار باستمرار اللعب، وهنا الفار اكد كونفيرم ما فيش مخالفه بدون الرجوع للفار خالص. صحيح، دي اول حاله. شوف الحاله اللي بعد كده اللي معانا. وهنا اللعبه دي كابتن لو انت شفتها اللي هي بيرسي راح عند العارضه وهنا بنقول تنافس عادل، مفيش ايد مفيش دفع، المخالفه هنا مش موجوده، وكان القرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب. تمام، دي حاله الثانيه. الحاله ده كله كابتن ايمن داخل الصندوق. هنا الحاله دي مهمه جدا، وشوف تميز للحكم المساعد، المساعد الاول اللي هي البنت الجميله ديت اللي هنا. شوف التركيز يا كابتن ايمن، شوف هنا ياسر فين، ياسر ابراهيم فين، على اليمين هنا عندنا اهو، صح، مضغط ولا مش مضغط؟ مضغطي كابتن شريف، مظبوط. اللعبه دي مهمه جدا، دي كره ثابته، صح، هي هنا المساعده هنا بتاخد عينيها على معلش سامحني الصوره الاولانيه، نرجع تاني معلش، بتاخد عين على التسديد وعين على التمركز المدافعين والمهاجمين، بالظبط، ربطت كويس قوي قوي قوي. مين اللي هيروح يلعب كابتن؟ مين اللي هيروح يلعب؟ ياسر. طب لو حد من الاثنين اللي هم في القلب اوف سايد على طول، تسلل، هو صحيح. كان كهربا كمان قريب قوي، يعني لو كهربا لمس الكره من قدام، لا لا كابتن شريف كان باظ الدنيا، لو كهربا كان لمس كان الهدف اتلغى، ولكن طبعا حظنا حلو ان ياسر اللي كان في موقف سليم هو اللي راح. نشوف كده اللقطه اللي جايه معانا، نشوف هنا تسلل طبعا ياسر اللي كان في موقف سليم، وهدف تميز كابتن بلال، ان هي تحط عينيها على اللي في التسلل وعلى اللي واللعب بعدها، ده كانت لعبه صعبه. لا وكمان والجول التسلل اللي حسبته اللي لغيته بتاع النادي الاهلي برضه جاي الثاني، ده جاي تاني، انا بوريك التميز، استمرار اللعب وهدف صحيح ليه. طب الكره دي يا كابتن، هنا بنقول تنافس برضه يا كابتن، بص يا كابتن مظبوط، يعني ما تستناش تاخد الفاول، يعني هي الثقافه اللي احنا بنقولها لعبتنا، روح وحط جسمك ويبقى فيه شويه ايه، يعني ايه، مش هنقول خشونه ولا حاجه، ولكن روح عشان تلبسه بنت، ولكن انا مش هستغل التلامس وقع، صح، وهي هنا انا شايف ان مفيش مخالفه عادل، لعب هنا تنافس عادل، ويمكن هنا الشحات يا دوبك يعني يعني انتظر او توقع الايد تيجي وعمل السكوت، ولكن هنا كان القرار ايضا صحيح. ودي اختبارات كابتن بلال، كل دي اختبارات داخل الصندوق، صح، والفار هنا اكد معاه. نشوف الحاله اللي جايه، وهنا الراجل المدافع بتاع اوراوا طبعا هنا في خطا من التحضير من المدافعين، راجل مغطي هناك، هنا راحت لبيرسي تاو في موقف سليم، سند ودخل وجاب الجون وهدف صحيح نتيجه ان اللاعب الاحمر مغطي في الناحيه العكسيه. الحاله اللي جايه وهنا كنت مع كابتن اسلام امبارح في المونديال وقلتها لي قبل الماتش النهارده، وكلمته قلت له كابتن احنا دايما كابتن شريف نقول لعبتنا داخل الصندوق يا كابتن عادل، خلي بالك من حاجتين وانت بتقابل، ما تروحش تهور وبهمال ورجلك تروح على رجل المدافع يحسب لك الجزاء، او ما تبقاش طالع ايدك، مظبوط، سواء بقى انت قاصد او مش قاصد، تخلي بالك يا كابتن بلال للمدافعين. وده انا قلت امبارح مع كابتن اسلام امبارح، قلت له نخلي بالنا من الايد، وهنا شوف طبعا الايد طبعا خارجه خارج نطاق الجسم، وهنا يعني ما كانش يجب ان دي تبقى موجوده. والنهارده قبل المباراه حضرتك ركزت معايا عليه، ركزت قلت لك ان احنا لابد كابتن، واحنا كمان في ذروه الاحداث واحنا مضغوطين، انا كمدافع يا اسامه ببقى رايح اقابل وببقى انا حاطط دماغي ايدي ورا ظهري، مظبوط، رجليا لما تروح على الكوره طبعا، هنا في ركله جزاء وهنا الايد خارجه نطاق الجسم، والقرار هنا صحيح. وهنا كان الفار يمكن هدي ما خدتش قرار، الفار هو اللي جابها، راحت شافت ورجعت حسبت ركله جزاء. مين اللي قالها من غير الفار يا بولو؟ النادي انت يا عيني. ماشي تمام. الحاله بعد كده ايمون لا على فكره هو قال الكره دي بنالتي، قلت له لا احتماليه من غير ما تتعاد خالص، قال لي لا 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 دي بنالتي انا متاكد. والله خد بالك ايمون كان حكم، انت عارف عشان هو كان حكم، هو كان حكم يعني برضه عنده ايه، مظبوط، حكم دولي كبير. دوله كابتن هنا كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن بلال، هنا الهدف اللي جه، وشوف هنا لحظه التسديد، هنا نشوف هنا في لاعب ممكن تسلم بتاع كوكا، لو اي لاعب غير اللاعب نادي الاهلي وراح كمل كانت هتحسب هدف، ولكن هنا طبعا القرار كان قرار صحيح من الفار اوف سايد، وهو بيعمل المراجعه، وبالتالي هنا دي كلها قرارات سليمه صحيحه يا كابتن ايمن. للي جاي
شوف التميز وحوريك لقطه هنا يا كابتن ايمن. وقلت لك الايه الثقه بالنفس الحكم. اللعبه دي معموله الكره اولا مش ناحيه لاعب النادي الاهلي. مظبوط. الكره معموله اوفر وهي شوف عينها على الكره وعينها على مين يا كابتن شريف. صح. شوف الثقه في القرار. خدت القرار بركله جزاء. حتى كلنا واحنا قاعدين قلنا هو في ايه؟ قلنا هو في ايه؟ لما تعادت كده. لما تعادت شفنا ان هنا في المسك والمسك كان موجود وبالتالي هنا الفار بردك ما رجعهاش وحسبت القرار من نفسها. خلي بالك دي كلها قرارات ايجابيه. صح. هنا بنقيم الحكم عليها. متمكنه. بالظبط. صحيح. واثقه جدا جدا في نفسها. انا عاوز النهارده هي تفوقت في كرة بس جديد. عايز افكرني بيها بتاعت الراجل اللي خدها بايده من ورا من نص ملعبنا وعمل هجمه بالجزء ده. دي دخل الجول. هل الفار هيرجع يقدر يدخل؟ هيجيبها. بص يا كابتن شريف رجعت لنا الاربع حالات اللي الفار بيدخل فيهم. هدف او مش هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، الهويه المفقوده والفرصه المحققه اللي هي البطاقه الحمراء. لو في هدف يسبقه مخالفه هنا الفار بيشيك، ولو لقى في المخالفه بيجيبها وبيتخليها تراجع وطبعا الهدف بيتلغي. هنا زي ما قلت هنا ركله جزاء صحيحه 100% وهنا الفار اكد على القرار. الحاله اللي بعد كده كابتن اسامه دي كلها حاجات ايجابيه بنجيبها للمحكمه في المباراه، بنشوف ان هي تفوقت على حكام المونديال. الحاجه اللي بعد كده كان هناك ركله جزاء تاني بشكل عام كابتن ايمن بنقول هي تفوقت على الاداء ده، تفوق على الحكام اللي احنا شفناهم في المباراه. بنقول بتوفيق النادي الاهلي في المباراه الجايه. مبروك للجماهير، مبروك النادي الاهلي، مبروك للسير التحليلي والكابتن ايمن. من وشك حلو، انت قلت لي هنكسب وشك حلو الحمد لله. انا نفسي اقول كلمه بس قبل ما خلص. الحكمه دي اللي حكمت المباراه دي ادتنا فكره عن التحكيم انه سهل جدا حقيقه. كابتن حكايه سهله قوي. لو انت راجل ست بقى او راجل دي تفوقت على الدنيا كلها. لو انت واقف في المكان الصحيح ولو انت كفايه الابتسامه اللي هي كانت موجوده خلال الماتش ريحت الدنيا كلها. الهدفين بتوع الاهلي برضو عملوا طابع كبير جدا للمباراه، ولكن التحكيم بهذا الشكل ده واعد بس جدا. بس انت بصيت على الابتسامه وما بصيتش على الاداء في الملعب. انا بصيت على الطبطبه دي بتطبطب على اللعيبه ما بيرجعش معاها في الحوار. دي ست عامله حاله نفسيه للعيبه وهي بتلعب ان القرار 100% سليم. قلت يعني حاجه جميله كابتن شريف، هو التحكيم في الاهلي والحكم الشاطر يسهل المباراه على نفسه، وهي سهلتها على نفسها وعملت مباراه كبيره جدا. بقول النهارده تفوقت على حكام المونديال، وانا طبعا ليها التوفيق في 2026. مبروك تاني للنادي الاهلي كابتن ايمن، مزيد من الانتصارات ان شاء الله في يا رب. ان شاء الله باذن الله رب. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، شرفتني. طبعا الهدف من المشاركه